يا بطمة، رعية من رعاياك الأوفياء، أنت تفضل وتشملني بعفوك وترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا عزيز بالحجر عيد حجرة، وبناتي عياو بغى نربيهم بسلام، عيث من الناس تعدوا عليا وتعدوا لي على اختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هاد الناس الظالمين، انا ما كنطلب والو، كنطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي لا اكثر ولا اقل. وبكائي مش ضعف، وانتو يا اصحاب المؤامرة على دراية بهذا الموضوع، انا اقوى ما تخيلون، ولكن ويلكم من رب العالمين.